السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي من جديد وصفة جديدة على القناة. كنتمنى تلقاكم في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية. وصفتنا اليوم كما كتشوفوا معايا عجينة السكر أو باتاسيكخ، وصفة اللي ناجحة 100%. خليكم معايا إلى آخر الفيديو باش تشوفوا معايا المراحل كاملين، وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم ولي كومونتير ديالكم اللي كيحفزوني وكيخليوني نزيدكم المزيد من الوصفات. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو اليوم الوصفة ديالنا، هاد المكونات خاصكم ضروري تقيدوا بالغرامات اللي غادي نعطيكم باش تنجح معكم الوصفة. غادي نحتاج كيلو ديال السكر كلاس سبيسيال، ضروري السكر كلاس سبيسيال بالمكونات الضرورية اللي غادي نحتاجو. الباتا سكر كيدير 12 درهم الكيلو. غنحتاج 100 غرام ديال النشا، 100 غرام ديال زبدة نباتية، 40 غرام ديال الماء، و 20 غرام ديال الجيلاتين. وغادي نحتاج كذلك 120 غرام ديال الجليكوز. وغادي نحتاج CMC. هاد CMC كينشفنا العجينة ديال السكر، وكي كنحتاجوه بزاف بالنسبة للناس اللي كيخدموا بحال هكا الأزهار، كيديروهم دغيا يعني كينشفوا. وبالنسبة للناس اللي كيبغيو يخدموا بباتاسيكخ في ساعة، يعني ما كيخليوهاش كتلصق كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو، يعني راها دغيا كتوجد. هنا زدت الماء على الزبدة، وغادي نزيد عليهم حتى الجليكوز، وغادي ندخلهم الميكرو هوند يدوب لي داك الزبدة، وغادي نزيدهم على الخليط الاول. بالنسبة للنشا غادي نزيدو حتى هو مع النشا النواشف بوحدهم، غادي نزيد النشا والسي ام سي على السكر كلاص، وغادي نزيد عليهم الخليط ديال الزبدة والماء والجليكوز والجيلاتين كما كتشوفوا معايا هما اللي درت هنا. بالنسبة للخدمة تقدروا تخدموها بيديكم، تقدروا تخدموها بالعجانة، غير هي كتشد شوية ديال الوقت كما كتعرفوا، بان ما كيكونش عندنا بزاف ديال، يعني كتكون العجينة شوية قاصحة خاصها شوية ديال الخدمة. بالنسبة لذاك CMC الناس اللي كيمتهنوا هاد لي كيك ديزاين ولا كيخدموه بزاف، لحقاش كيبغيو مثلا الباتاسيك كيبغيو يخدموا بها سيغ بلاس دغيا هو الدور ديالو انه كينشف لنا الباتاسيك ما كيخليهاش كتلصق. حتى بالنسبه للورود في عوض ما تورق بالنشا ولا بالسكر كلاص، كتورق بداك CMC ولا التوليوز بحال باش كتنشف وكتعطيك داك الشكل المعين اللي بغيتو. بالنسبه لهاد عجينه السكر اللي خدمت انا اليوم، درت فيها جوج ديال الغرام، يعني جوج ديال الغرامات، تقدروا ديروا حتى الاربعة الا كنتو غتخدموا بها ديك الساعات. بالنسبة للعجينة ديالي ها هي، نسجم لي الخليط هنا مع بعضياته كما كتشوفوا، ضروري غادي نعاود لها شوية بيدي كما غادي تشوفوا، راها ما غاديش تلصق لحقاش حيت كيكون فيها كما قلت لكم داك CMC، راها ما كتلصقش، يعني بحال اللي كتنشفها. هذا الدور ديالو انه كينشف، وتقدروا تخدموه، راه الثمن ديالو رخيص، يعني قرعه فيها 5 غرام كدير تقريبا 10 ديال الدراهم، يعني تكون عندكم في الدار، يعني كيتحتاج كيلصقوا به لي صابلي، كيديروا به بزاف ديال الحوايج. الا بغيتوا الطريقه غادي نخليو لي كومونتير وغادي نشرح لكم كديروا تخدموا به، يعني كيتلصقي به حتى الورود، كتلصقي به بزاف ديال الحاجات. المهم الا بغيتوا الطريقه خليولي في لي كومونتير. كما شفتوا انا دوزتها غير هكا في يدي، ها هو الشكل ديالها. غادي دابا غادي نحتفظ بها واحد شويه وغادي ندوز باش نوريها لكم كي دايره من بعد ما ارتحت لي العجينه ديالي. هانتوما راه دابا راني عاد كما شفتوا راني عاد جمعتها قدامكم، هي راه ما كتلصق ما حتى شي حاجه في سطح العمل. دابا غادي نجمعها. بالنسبه للمده ديال التخزين ديالها راه كتبقى واحد المده اللي هي طويله ما كيوقع لها حتى شي حاجه. ديروها في الكونجيلاتور ولا خليوها في الثلاجه اللي عندكم البلاصه ولا في الفريغو. الكونجيلاتور ما كتوقع لها تبقى حتى العام. جبدوها ديروها في الميكرو هوند ولا حطوها غير على برا، غادي تطلق بكل سهوله، يعني ما غتاخذش منكم الوقت
من بعد ما خليتها ارتاحت هانتوما كتولي يعني كتعطيكم الطور تخدموا بها كما بغيتوا، هي كتجبد يعني تخدموا بها لي صابلي، تخدموا بها لي كيك ديزاين، تغلفوا بها اي حاجه تقدروا تخدموها، يعني كتصلح لكل شيء. وهاد العجينه اللي عطيتكم عجينه احسن من ديك العجينات اللي كيتباعوا، كيتباع الثمن ديالهم اللي باهظ 70 درهم 80 درهم، والرخيصه كاع كدير 55 درهم. علاش لا ما نصايبوهاش في الدار وتعطينا كميه اللي هي كثيره وناجحه. ها نتوما انا درت واحد التجربه هنا قدامكم، انا غلفت بها الكيكه ديالي، راها ما كتقطعش نهائيا، يعني كتعطيكم الطوع تلعبوا بها كما بغيتوا، فقط انكم تبعوا معايا المراحل الى الاخر وتبعوا الجرامات اللي عطيتكم، يعني العبارات اللي عطيتكم هما اللي خصكم ديروهم نيشان، وغادي تنجح ان شاء الله معكم من اول مره. هذا هو الشكل النهائي ديال عجينه السكر ديالي، ها هو الشكل ديالها كي كتجي، كيجي الشكل ديالها زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي التعاليق وتقولوا لي كي جاتكم. انا الصراحه راني كنخدم بها ديما وهي اللي معتمده عندي وبغيت نشاركها معكم. كما كنقول لكم ديما، الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تبارطاجيوها مع الاصدقاء ومع الاحباب. بالنسبه للناس اللي هما جدادين في القناه كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش انكم تضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد في القناه. كنستنى الاقتراحات ديالكم بالنسبه للفيديو الجاي، شنو بغيتوا نحط لكم. انا راه الاشاره اي حاجه بغيتوها، فقط انكم تخليوا لي دي كومونتير وانا معكم. ودابا غادي نخليكم ونقول لكم بالسلامه عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.